مسا مسا على كل وشادة حيح الأفلام. بيبدأ الفيلم في بنزينة معزولة وسط الزراعة في مكان بعيد، وقتها كان فيه عامل قاعد في حاله بيشرب النسكافيه بتاعه الصبح، ولكن علشان هو محظوظ بيموت. بيجي وقتها كائن غريب على الأرض، ولما بيقرب منه عامل البنزينة بيبدأ الكائن ده يتحرك ويطلع منه شوك كتير قوي، وأول ما بيلمس المسخ ده عامل البنزينة بيبدأ جسمه يتقطع ويتحول زي الزومبي. في الوقت ده بيكون فيه اتنين متجوزين اسمهم سيس وبولي، ورايحين يخيموا في مكان في الغابة علشان يقضوا فيه ليلة ظريفة ما تتنسيش. وسيس وقتها كان طالع للتخييم ده مخصوص علشان مراته بولي، وبيوصلوا للمكان اللي هيخيموا فيه، ولكن سيس بيكون فاشل في التخييم وللأسف بيقطع الخيمة ومش بيكون معاهم بديل، وبيقرروا بعد كده يروحوا يقضوا ليلتهم في فندق ويركبوا العربية بتاعتهم. في الوقت ده بيكون فيه واحد اسمه ديو مراته ليسي، والاتنين بيكونوا شكلهم مريب وخايفين وباين عليهم انهم هربانين من عملة خطيرة، والعربية بتاعتهم بتعطل في الغابة ومش بيلاقوا اي بديل، وبيتخلصوا من العربية وبينزلوا يمشوا على رجليهم علشان يوصلوا للمكسيك. الناحية دي سيس وبولي وهما ماشيين بالعربية في اتجاه الفندق بيكون باين عليهم الحب الشديد لبعض، وسيس بيكون طول الطريق بيعرف بولي باسماء كل الاشجار اللي بتقابلهم والعمر الافتراضي بتاعهم كمان. ولكن هنا وهم على الطريق بيلاقوا واحدة بتشاور ليهم علشان يقفوا يساعدوها، وبيقرروا يقفوا لما بيلاقوها لوحدها، وفي الاصل بتكون ليسي، ولما بيقفوا بيطلعوا عليهم دي بالمسدس وبيهددهم انهم يوصلوهم معاهم. دي بيسيطر عليهم وبيخلي ليسي تركب جنب بولي قدام اللي كانت بتسوق، وبيقعد دي جنب سيس في الكرسي اللي وراه، ودي بيحذرهم اللي هيعمل اي حركة هيلبس رصاصة في وشه. دي بياخد منهم كمان التليفونات بتاعتهم وبيرميها من الشباك علشان محدش يعرف يوصل لهم، ووقتها بيعرف دي ان سيس دكتور. وهنا ليسي بتستغل الفرصة وبتقول لسيس مادام انت دكتور اكشف عليا علشان حاسة اني تعبانة قوي، لكن هنا سيس قال لها انا مش دكتور بشري، انا معايا دكتوراه في علم الاحياء. وهنا بولي بتقطع كلامهم وبتقول لهم انتوا عايزين تروحوا فين، ودي قال لها سوقي وانا هعرفك الطريق واحنا ماشيين. وهنا فجأة بيعدوا بالعربية بتاعتهم على كائن غريب، وكاوتش العربية بيتخرم وبينزلوا كلهم من العربية علشان يغيروا العجلة. دي قال لسيس روح مع ليسي وشوفوا احنا خبطنا ايه، وسلم ليسي المسدس علشان تخليه معاها لو فكر سيس يهجم عليها. ودي بينزل وبيساعد بولي في تغيير كاوتش العربية علشان يكملوا طريقهم. دي لما بيشيل الكاوتش القديم بتدخل شوكة في صباعه من الكائن المسخ اللي عدت العربية عليه، ولكن بيشيل الشوكة ومش بيهتم. وبعد كده ليسي بتروح مع سيس عند المسخ اللي خبطوه، وبيكون جسمه متدمر بشكل نهائي. ليسي وقتها بتقول لسيس عالج الكلبة بتاعتي، وهنا بيفهم سيس انها مجنونة وبيقرب من المسخ علشان يهدي ليسي بعد ما وجهت المسدس ناحية سيس. وهنا المسخ جه اتحرك وهاجم ليسي وضربت عليه نار بالمسدس، وطلعت تجري عند دي، وفضل سيس واقف مستغرب اللي حصل ومش فاهم ازاي المسخ ده اتحرك وحاول يهاجمهم وهو متفرتك بالشكل ده. وليسي لما وصلت العربية هددت بولي بالسلاح علشان تتحرك، ولكن بولي قالت لها مش همشي من غير سيس، وجي سيس بسرعة وركبوا العربية بسرعة واتحركوا في طريقهم اللي مش باين ليه اي معالم. بعد كده البنزين بيخلص من العربية وبيحتاجوا بنزين، وبيوصلوا بنزينة وبينزلوا علشان يفولوا، وليسي بتدخل الحمام، ودي وبولي بيدخلوا السوبر ماركت اللي جنب البنزينة علشان يجيبوا اكل وشرب ويسليهم طول الطريق. وسيس بيفول العربية وبينظفها. جوه في الماركت بولي ودي مش بيلاقوا عامل موجود، وليسي بتلاقي في الحمام عامل البنزينة مرمي على الارض وجسمه كله مليان شوك، والعامل طلب منها تقتله علشان يرتاح من العذاب اللي هو فيه. هنا ليسي طلعت تجري بره وهم سألوها مالك في ايه، وهنا قالت لهم انا شفت مسخ جوه في الحمام. ودي هنا قال لها انت شكلك رجعتي تشربي مخدرات تاني، وهي فضلت تقنعهم باللي شافته، ولكن محدش منهم مصدق. هنا فجأة بيجي المسخ اللي كان في الحمام وبينط جنب ليسي، ولكنه بيترعب منه. وليسي لما بتبص جنبها بتلاقي المسخ بيهاجمها اشواكه وبتدخل في ليسي وبتترمي على الارض فقد الوعي. هنا دي بيطلع المسدس وبيضرب المسخ طلقتين وبيترمي على العربية، ودي وسيس وبولي بيجروا جوه الماركت وبيقفلوا على نفسهم، ودي بيكون حزين جدا على اللي حصل لحبيبته ليسي ومش مستوعب. هنا بولي بتحاول تتصل بالبوليس علشان يجي وينقذهم، ولكن دي بياخد منها التليفون وبيضربها، وبيتفاجئ هنا دي ان في كاميرا في الماركت صورت كل حاجة، وبيقرب من الشاشة علشان يمسح التسجيلات، وهنا بيشوف ليسي بتتحرك بره جنب العربية. دي بيفتكر انها ما ماتتش وبيقرر يفتح الباب وبيخرج عندها علشان يطمن عليها، وبولي وسيس بيقفلوا الباب على نفسهم وهم خايفين. بيوصل دي عند ليسي علشان يفوقها، ولكنها ما كانتش بتتحرك،
وبدأت يديها يطلع منها شوك وبتتحرك بطريقة مرعبة. بيقرر دي يسحبها علشان يدخلها جوه الماركت، ولكن سيس وبولي ما بيردوش يفتحوا له، ولكن دي بيهددهم بالمسدس. ولما بيقرر سيس يفتح له بتتحرك ليسي زي المسه وبتهاجم دي وبتمسك في رجله، ولكن سيس بيشده جوه الماركت بسرعة وبيقفل الباب، والباب بيقطع ايد ليسي وبتدخل الايد معاهم جوه. الايد بتبدأ تتحرك لوحدها بطريقة مرعبة، وسيس بيكون بيحاول يفهم ازاي في ايد زي كده بتتحرك لوحدها، وبيكتشف ان الايد بتتحرك في اتجاه حركته، وبيبدأ يشرح ليهم ازاي بتتغذى على الاشواك وانها خطر عليهم. هنا ليسي بتقوم وبتفضل تخبط راسها في باب الماركت الزجاجي، والباب كان قرب يتكسر، ولكن ليسي مش بتبطل خبط. هنا دي بيفكر انه يفتح لها الباب، ولكن سيس وبولي بيشدوه وبيروحوا ناحية الباب الخلفي وبيقفلوا عليهم علشان الباب الزجاجي خلاص بينهار بسبب خبط ليسي. بعد كده بيكتشفوا ان ليسي طلعت على سقف الماركت، وبتوصل هنا الشرطية وبتطلب منهم يفتحوا الباب، ولكن بيرفضوا وبيحاولوا يحذروا الشرطية ان في مسخة هياكلها. بتتري عليهم الشرطية وبتصمم على موقفها، وبيطلبوا منها تركب عربيتها علشان تحمي نفسها، ولكن بترفض. وهنا بتنزل ليسي عليها من فوق وبتقتلها وبتقسم جسمها نصين، وكل واحد يخلي باله من لغليغه يا دحيحة عشان الموضوع بقى خطر. هنا بولي بتنهار وبتقول لسيس المسخ ده هيقتلنا زي ما قتل كل الناس، واحنا خلاص هنموت وباقي لينا وقت قليل جدا. وبتطلب منهم انهم لازم يركبوا العربية ويهربوا من المكان ده بسرعة، لكن سيس ودي فهموها ان المسخ ده اسرع منهم ولو خرجوا هيتمكن منهم ويقتلهم، ولكن هي فهمتهم ان المسدس هيحميهم، ولكن محدش اقتنع بفكرتها. في الوقت ده اعراض المسخ بدأت تظهر على دي اللي كانت صاب بيها عن طريق الشوكة اللي دخلت صباعه من الكاوتشي، ولكن بيخبي عنهم علشان محدش يقتله. هنا دي بيبدأ يفكر انه يحرق الغابة، وهنا الشرطة تعرف مكانهم وهيجوا ينقذوهم، وبولي بتوافق على الفكرة، ولكن سيس بيعترض وبيقول لهم انتوا مجانين، احنا في بنزينة، يعني لو النار مسكت فيها كلنا هنموت محروقين. هنا بولي قالت له دي الفكرة اللي عندنا، ولو عندك فكرة تانية اتفضل قول، ما تبقاش زي الجبان وخلاص. لكن سيس بيسكت وبيرضى برأيهم. بعد كده دي بيبدأ يصب البنزين علشان يولع في الغابة، ولكن هنا سيس بيقول لهم استنوا كده انا سمعت صوت. وهنا بيكتشفوا ان الصوت ده جاي من اللاسلكي بتاع الشرطية. بعد كده بيقعدوا يفكروا ازاي يقدروا يوصلوا للاسلكي، وبيتعزموا على بعض على اللي هيخرج، لكن كله كان جبان. هنا سيس بيفكر انه يرفع اللاسلكي عندهم بالسنارة اللي في الماركت، وبيحاول سيس يسحب اللاسلكي، ولكن هنا بيجي المسخ وبيهاجمهم، وبيقع سيس جوه في حضن لولي وهم خايفين. في الوقت ده دي بيكون مختفي ومش معاهم، وهنا بتظهر الايد تاني بتاعت ليسي وبتبدأ تهاجمهم، وسيس بيطلع يجري مع بولي. وهنا دي بيفتح باب التلاجة وبيقول لهم ادخلوا بسرعة، وبيدخلوا جوه معاه. وهنا سيس بياخد باله ان الايد بطلت تلاحقهم اول ما دخلوا التلاجة، لكن في الوقت ده دي كان بدأ يظهر عليه اثار الشوكة اللي دخلت في ايده من الكاوتشي اللي كانت خاصة بالمسه، وبدأ يتحول وما بيعرفش يتحكم في دراعه اللي بقى يتلوي لوحده ويتكسر عظمه، وهم خايفين ومرعوبين. هنا دي بيطلب ويترجى سيس انه يقطع دراعه علشان العدوى ما تنتشرش في باقي جسمه، وبيمسك سيس سكينة وبيقطع دراعه، ولكن السكينة ما بتأثرش في العظم. وهنا بيفكر سيس يعمل ايه مع بولي. هنا صرخ فيهم دي وقال لهم بصوت نيدي انتوا بتلعبوا، انجزوا اتصرفوا هموت. سيس وقتها شاف حجر كبير من الخرسانة جنبه ومسك الحجر وقدر يكسر به العظم وانقذ دي. بعد كده دي فاق وشكر سيس انه انقذ حياته، وبيعتذر لسيس وبولي على الورطة اللي ورطهم فيها معاه. وبدأ هنا دي يفهمهم ليه الشرطة بتحاول تقبض عليه. قال لهم دي امبارح دخلت محل علشان اسرقه، ولكن صاحبه دماغه كانت ناشفة وألم مني على ألم منه، قامت طلقة خرجت من مسدسي بالغلط وقتلت صاحب المحل، والشرطة اتهمتني بالقتل ومن وقتها وانا هارب. هنا سيس بيكون قاعد بيفكر في حل وبيحاول يلاقي طريقة يهربوا بيها من المسخ ده، لحد ما قال لهم الفكرة في السيستم يا رجالة، الفكرة في الحرارة، المسخ ده بطل يهاجمنا لما دخلنا التلاجة والبرودة زادت في جسمنا والحرارة قلت. بعد كده خرجوا من التلاجة وشافوا في الفيديو ان المسخ هاجم ليسي لما كانت جنب العربية علشان العربية سخنة، وبيفكر انه لو قدر يقلل حرارة جسمه وقتها هيقدر يروح للعربية من غير ما يقرب له المسخ ده. بعد كده وافقوا على الفكرة، وبدأ سيس يحاوط نفسه بالتلج علشان يقلل درجة الحرارة في جسمه والبرودة تزيد، وقرر انه يوصل للعربية ويقربها من الباب بتاع الماركت ويركبهم بسرعة ويهربوا من المكان. بعد كده بيوصلوا لدرجة الحرارة اللي هم عاوزينها، وبيخرج سيس من الباب وبيروح ناحية العربية وهو محاوط نفسه بالتلج. في الوقت ده بولي بتكون عند الباب الخلفي وبتولع ألعاب نارية علشان تجذب المسخ ليها بالحرارة ويبعد عن سيس اللي كان قرب للعربية بدرجة كبيرة جدا. في الوقت ده التلج اللي سيس محاوط نفسه بيقع من على جسمه، وبيوصل سيس للعربية، ولكن درجة حرارة
جسمه بتبدأ ترجع تاني طبيعية، وهنا المسخ بيحس بيه وبيرجع عند العربية وبيهاجمه. هنا دي خرج من الماركت وقلع شمروخ علشان المسخ يقرب عنده ويشتت انتباهه عن سيس، ولكن النار بتخلص والكائن بيروحوا ناحيته بيهاجمه. وهنا دي بياخد بولي وبيدخلوا التلاجة بسرعة قبل ما المسخ يقتلهم. بعد كده سيس بيلاقي بندقية في عربية الشرطة وبياخدها وبينزل يضرب نار على المسخ وبيبعدوا عنهم. بعدين دي وبولي بيخرجوا من التلاجة، ودي بياخد البندقية من سيس وبيقول له اخلع انت وبولي وانا اخلص عليه وهجيلكم بعد ما تشغلوا العربية. لكن هنا الطلقات اللي في البندقية بتخلص والمسخ بيقدر يعد دي في دراعه. بعد كده دي لما بيعرف انه ميت بسبب العضة بيضرب النار على خزان الوقود علشان يدخل المسخ النار ويتحرق. بعد كده سيس وبولي بيروحوا عند دي علشان ينقذوه، ولكن دي بيقول لهم فات الاوان خلاص، خدوا المفتاح ده مفتاح خزنة في البنك وفيها فلوس كتيرة قوي، روحوا هناك وخدوا الفلوس اللي فيه واسموها بينكم واتنغنغوا بالفلوس دي لوحدكم. بعد كده سيس وبولي بيطلعوا يجروا بعيد عن المكان قرب ما دي يفجروا، وبيضرب دي رصاصة في تانك البنزين والبنزينة كلها بتولع بيه وبيخلصوا من المسخ. وسيس وبولي بيطلعوا يغادروا المكان ناحية البنك علشان ياخدوا الفلوس الهدية من دي، ولكن بعد ما النار بتطفي في البنزينة بتبدأ أشواك المسخ تتحرك تاني، وبيخلص هنا الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو أنت مشترك في القناة فعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، وأشوفكم على خير ومع السلامة.